أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العلي العظيم. توسلت بالله أن أوفق للشرح هذه الآيات المباركة، لأن فيها ما فيها من الإشكالات والشبهات التي تطرأ، وكلها واضحة الأجوبة، ولكن نسأل الله أن نوفق للشرح المبسط لهذه الآيات المباركة. قبل أن نبدأ بشرح الكلمات ومفردات اللغة، نقول أصل خلقة الشيطان. الشيطان يعني إبليس لعنة الله عليه، كان موجودا قبل خلقة آدم، وكما تشير إليه الآيات المباركة في القرآن أنه كان مخلوقا قبل خلقة آدم، منها هذه الآيات التي تلوناها. وفي الروايات أيضا أنه كان يعبد الله مئات السنين بل آلاف السنوات، ولكنه لم يكن من الملائكة، كان من الجن. الجن مخلوق مثل بقية مخلوقات الله، مخلوق مكلف، يعني عنده تكليف، يفهم الشر والخير كما نحن، ويستطيع أن يختار الخير أو يختار الشر، فمنهم المؤمنون ومنهم الفاسقون كما في سورة الجن قرأناها سابقا. ولكنهم خلقتهم ليست من التراب،
خلقة الجن نوع الجن، نوع الجن خلقتهم من نار السموم. الآن أشرح شنو نار السموم. المهم ليست العناصر الترابية التي نحن خلقنا منها، أبونا آدم أول الخلقة، ونحن أيضا، نحن أيضا من التراب الآن، لأن الذي نأكله وتصبح نطف في ظهورنا أيضا من التراب، ولكن أصل الخلقة كانت من التراب، أصل خلقة آدم. طيب، هذا الملعون كان موجود قبل خلقة آدم، وكان في ضمن الملائكة يعيش معهم ويعبد، ومكلف أيضا أن يختار الخير أو الشر، حتى درجة مدارج عالية كما في الروايات، وتشير الآيات القرآنية إشارات بسيطة أنه درجة مع الملائكة، صار وياهم مثل واحد مو من قوم أو عشيرة فلان، بعدين يجي ينتمي إلى العشيرة يصير مثلهم. بعد هناك شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا جديدا. الله من أسمائه المريد، يعني إرادته مطلقة. هذا الخلق الجديد كان يختلف عن الخلقين السابقين. السابقين شنو كانوا؟ كانوا اثنين، ملائكة وجن. الملائكة مطهرون، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا لا يعصون الله ما أمرهم له بحث، أنه ما مختارين أصلا، ما عندهم اختيار، يعني مثل الخشبة، مثل الجدار، مثل الشمس، مثل القمر، أو لا عندهم اختيار، ولكنهم جبلوا على الطاعة مثل المعصومين. المعصومون مختارون ولكنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ما علينا، المهم كانت الملائكة يديرون الكون بإذن الله، وكان الجن أيضا. ويمكن من بعض الروايات يمكن أن نفهم أن أبو الجان، يعني شلون إحنا بني بشر عندنا أبو، أبونا منه آدم، أبوهم اسمه الجان أي إبليس، نفس هذا يمكن هشكل. خب هذول كانوا عايشين، شاءت مشيئة الله، أرادت مشيئة الله أن يخلق حضرات الآقايون، يخلق شيء جديد. طيب شنو الداعي اصلا؟ شنو السبب؟ لماذا هذا الخلق الجديد؟ اذا تذكرون وتقرؤون في سورة البقرة اتصور انه الملائكة معترضوا، سألوا انه شنو القصة، يعني ليش هذا الخلق الجديد؟ مو احنا موجودين، يكفي، مطهرون ملائكة ولا نعصي أوامرك يا رب، لماذا تخلق هذا الجديد؟ يمكن الجن أيضا قالوا، طبعا ما أتصور الجن قالوا، ليش؟ لأن الجن مكلفون، لذلك طاهرين، طاهرون يريدون كلهم يصيرون طاهرين. الله شنو قال هناك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أكو شيء أريد أخلق مميز ليس مثلكم، مثل الملائكة، أريد في شيء آخر أسوي. طبعا للطفه، الله لطيف بعباده، عندنا شيء في علم العقائد يسموه قانون اللطف. الله لطيف، لطيف يعني لطفه عام، يريد أن يخلق خلقا يسمو 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 يصبح أعظم من الملائكة. خب شنو بيها يعني؟ ما بيها شيء. هذا الخلق، التفتوا شوية، الليلة يحتاج إلى تدبر وتوجه أكثر من الليالي السابقة، ونسأل الله التوفيق.
هذا الخلق يعني البشر اللي أبوهم منه أبونا آدم، هذا البشر خصوصيته شنو؟ أهم خاصية فيه وخصلة أعطاها الله إلى هذا النوع من المخلوق قدرة الاختيار. إذا قدرة الاختيار فهمناها في علم العقيدة كل الأمور تتوضح. يعني شنو قدرة؟ أنا شارح الأمور سنوات سابقة بس بطريقة أخرى. قدرة الاختيار يعني أنا كإنسان آدم إلى يوم يبعثون كل البشر جعلهم الله مختارين، جعلنا الله مختارين، يعني أنا حر في اختياري أي موقف أتخذه، أي فكر أنتحله، أي عمل أقوم به، أي معصية لا سمح الله أرتكبها، وأي خير أقوم به، أنا حر. طيب هاي الحرية منين إجت؟ هاي الحرية لا تتيسر إلا أن يكون هناك صراع حتى يصير حرية. أمثل لكم مثال، إحنا كنا في المدرسة في الابتدائية في الثانوية في الجامعة في أي مدرسة في الحوزة لازم صراع يكون حتى أنا أفوز وغيري لا يفوز، أو أنا لا أفوز وهو يفوز. شلون الصراع؟ الصراع آباؤنا ودونا للمدارس قالوا هذا لأبنائنا يردون يدرسون، خير خب مدرسة لازم بها معلمين، لازم بها مدير، لازم بها ناظر، جابوا مدراء، جابوا ناظرين، جابوا الأساتذة معلمين، خلوا يحتاج صبورة، يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى كتب، دفاتر، أقلام، كل شيء رتبوا. هذا الشاب أو الطفل خلوه بالمدرسة، قالوا له يا ابني إذا تدرس تنجح، خب شنو أسوي؟ لازم تسمع كلام المعلم وتعمل الوظائف بالبيت، هذا مثال طبعا، وبعدين آخر السنة أكو امتحانات وتنجح تروح للصف الثاني الثالث تسمو يعني ترتفع، وإذا ما تدرس تبقى هالشكل راسب أو يطلعوك من المدرسة يطردوك. هذا هنا الشيء يسوي لازم يكون صراع حتى يتبين أنه هذا يوفق أو لا يوفق. الصراع شنو؟ أنه هل عنده قدرة أو ما عنده قدرة. السؤال الأول، إذا واحد طفلة أصلاً ما عنده قدرة لا سمح الله معاق، أصلاً معاق من الناحية الفكرية والعقلية وتخلف، يخلوه بالمدرسة؟ لا، نستجير بالله. المفروض أن هذا الطفل عنده إمكانية التفوق، قدرة التفوق. قدرة التفوق لهذا الطفل شنو؟ أن يكون سالماً، المكلف سالم، وإلا إذا مو سالم ما له تكليف. إحنا بنفس الشيء، أن يكون عقله فعال، أن تكون نظراته صائبة، سمعه يشتغل، يقدر يكتب بإيده، يقدر يطالع والمعلم موجود. هنا شنو يبقى؟ يبقى أيها الطفل المدلل، إذا درست تتفوق وتروح للصفوف الأخرى، إذا ما درست تبقى. هذا المثال واضح؟ جيبه للبشر الآن. البشر الله خلقه هكذا من أبونا آدم إلى آخر الدنيا، أعطاه حلبة صراع، احنا نسمي شايفين المصارعة، حلبة صراع. في هذا الصراع أكو قوى تجذبه إلى الخير وأكو قوى ثانية تجره إلى الشر. في هذا المعمعة، في هذه الحلبة، حلبة الصراع، الله جعلني وجعلك حر مختار، أختار هذا أو هذا.
واضح أو أكرر؟ إذا واضح صلوا على محمد وآل محمد. طيب، الصراع لا يمكن إلا في جبهتين، وإلا صراع وحدك ما يصير. واحد أكو يصارع مع نفسه مصارعة، أو مثلا فوتبول مع نفسه ما يصير، لازم فريقين، لازم أكو جبهتين. جبهة الشر شنو المقومات لجبهة الشر؟ الله خلق في أنفسنا هوى النفس، مشتهيات، هذه واحدة. من ناحية ثانية لازم في عنصر ثاني يكون حتى يجره، فخلق إبليس لعنة الله عليه، قال يا إبليس تعال أمتحنك. كل هذا، عفوا أنا هالشكل أقول أعتذر، كل هذا سيناريو، سيناريو هذا هكذا أفهمه، في السيناريو جدا مرتب. الله جاب إبليس بدون أن يجبره، لأنه كان من الجن والجن مكلفين مختارين، قال له أسجد لآدم، قال ما أسجد، بابا أسجد أنت من ضمن الملائكة، قال لا ما أسجد، أنت مو خلقتني مختار، الله خلق إبليس مختارا لأنه من الجن والجن مختارون ومكلفون، أنا ما أبي أسجد. الآن السيد قرأ لي في بيتين من الشعر، بس مع الأسف بالفارسي كان، ولا كنت أقرأ الآن. يقول إبليس في السجدة ما سوى إلمن لآدم، أكو ناس لا يسجدون لخالق آدم، هذا مضمون الشعر. قال له يا إبليس أسجد لآدم، أنا أريد هذا الشيء منك. قال لا أنا ما أريد أسجد. ليش ما أريد أسجد؟ لأنك خلقته من طين من تراب، وأنا خلقتني من النار، وأنا أفضل منه، لأن النار ولهيب النار نظيف مرتب، التراب وصاخة وفلان. هذا استدلال كان، بس مو مهم شنو استدلال، أنا ما عندي مشكلة مع الاستدلال، مشكلة أنه لماذا هذا السيناريو صار أصلا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق الله خلقا يستطيع أن يسمو ويسمو ويرتفع حتى يصل أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكل الملائكة إلا بحالة صراع. إذا ماكو صراع شلون بعد؟ ماكو فائدة. فلازم يكون شنو؟ هنا في جبهة الخير خلق الفطرة، كل إنسان مفطور على الخير عندما يولد، ما عنده مشكلة. وخلق العقل أيضا، أعطى للبشر يميز بين الخير والشر، هاي كلها بالقرآن موجودة. أنا دا ألخص بقية الآيات، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، وإلى آخر كثير من الآيات. فشنو صار؟ صار هنا الفطرة، العقل، الملائكة، الملائكة كلها بخدمتنا، ترى كل الملائكة في خدمة البشر، خلقوا لخدمة البشر بتفصيل ما علينا الآن ماكو وقت. بعد شنو صار؟ أول شيء كان الفطرة، العقل، الملائكة، بعدين بعث أنبياء لكل قوم نبي، هاي أربعة. بعدين أرسل كتب، إيش قد صاروا؟ خمسة أشياء خلقها الله أنعمها علينا كبشر يجرنا إلى الخير. هذا الجانب اثنين أكو بس، هوى النفس والشيطان، ثلاثة مقابل اثنين، من اللي يفوز؟ المفروض، أحسنتم، المفروض اللي عنده خمسة أشياء، مو ثلاثة، ثلاثة متفوقة، خمسة أشياء عناصر تجره إلى الخير، وأقوياء، أقوياء، العقل قوي، الفطرة قوية،
الملائكة أقوياء، الأنبياء أقوياء، الكتب أقوياء، أقوياء يعني في حكمتها في مضامينها. هاي خمسة منا اثنين، يقول يا بشر هسه تعال أوديك إلى الأرض، أدخل في حلبة الصراع وانت مختار، لا تنسى أي واحد استشكل عليك في هذا المنظومة الفكرية اللي أنا دا أشرحها، دائما ذكره هل نحن مختارون أم مجبرون؟ نحن مختارون. العقيدة الإسلامية الصحيحة تقول أننا خلقنا مختارين بتخيير الله، الله أعطانا قدرة الانتخاب والاختيار. هذه مقدمة اللي بعد ما أتصور الليلة من لحق يعني نقرأ كل الآيات. طيب السيناريو شلون بدأ؟ بدأ أن الله شاءت مشيئته، أرادت مشيئته أن يخلق خلقا عظيما أعظم من الملائكة. الملائكة مجبلون على الخير، يعني ما يقدر يعصي الله أصلا، جبلته طبيعته لا يعصون الله ما أمرهم. أما أنا وأبونا آدم وأمنا حواء مو مجبولين، جبلتنا طبيعتنا مختارة، نريد نقدر أنه نختار الخير أو نختار الشر. هاي المعادلة حدثت وين؟ هناك عندما أراد الله أن يخلق آدم. هاي الآيات اللي احنا قريناها تشرح هذه الصورة، أن آدم خلق أمام الملائكة من تراب، من صلصال، من حمأ، سنقراها كلها. بعدين الله قال هذا الخلق المفضل عندي قعوا له ساجدين، كلهم سجدوا إلا إبليس، وصارت الضجة وطرد من رحمة الله وأصبح رجيما. قال ما دام هالشكل فخليني أنا أيضا أكون حر، أروح شو أسوي؟ أروح أغوي وأضل خلقك هذا المفضل عندك. الله قال صحيح ما يخالف، أريد هذا. شوفوا هذا كان يريد الله حلبة الصراع، لأن إذا ما يريده صراع ماكو بعد، كل بيصير ملائكة، كلنا كنا نصير ملائكة، اختيار ماكو بعد. الاختيار يتحقق بجبهتين، وإلا إذا جبهة واحدة شنو بعد؟ بعد إذا كان هالشكل لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا خير ولا شر أبدا، كل هذه المنظومة الفكرية تبطل. شنو؟ لا هذا إشكال صحيح. واحد استشكل علي في مجلس، قال خب استشكل على أستاذنا كنا نقرأ عند العقائد، قال إذا هذا كان هالشكل بعد لم تكن تظهر للوجود، لم يكن يظهر في الوجود شخص كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته المعصومين والمطيعين من البشر. ولذلك يقول له يا إبليس روح، ما يخالف أنت حر، روح سوي اللي تريده، بس ما تقدر على الكل إلا المخلصين. المخلص مو المخلص، احنا كلنا مخلصين بالكسر، يعني عندنا نوع من الإخلاص، يريد نكون خوش أو أدم، بس المخلص شنو؟ اللي الله أخلصه، يعني أعطاه العصمة أو ما شبه العصمة، الآن أشرح بعدين. هذه القضية حدثت هناك، فطرد إبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا ابتلينا به، بس ابتلينا به زين صار. ليش؟ لأنه هذا الابتلاء إذا شوي نقاوم. أنا اليوم كنت أفكر أنه
هواية جماعة الروايات، بس بعد الوقت ما يسمح، يمكن خلي لي بكرة. أكو أولا آية، الآية خلي أقراها في سورة إبراهيم اللي يمكن نلحق هاي السنة أيضا نفسرها بسرعة. أقراها في آية 21 و22: وبرزوا لله جميعا يوم القيامة فقال الضعفاء اللي يتبعون الكبار، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يوم القيامة هذول اللي مشوا وراء الطغاة أعوان الظلمة قالوا لو هدانا الله لهديناكم، احنا هنا مبتلين، احنا نقدر نسوي شيء، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ماكو شارع، جهنم قدامنا. هنا يجي الشيطان، هناك الشيطان تدخل، وين؟ يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر يعني الحساب خلص، قسم إلى النار وقسم إلى الجنة، الحساب خلص واقف هذا الشيطان ويانا هناك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا كنت أمنيكم أغويكم وعود أعطيكم فأخلفتكم، وما كان ها هنا مهم، وما كان لي عليكم من سلطان. بعض الناس لما تحكي وياه يقول خو أنا مجبور، الشيطان ما أقدر علي، أنا مسيطر علي. هذا غلط، هذا الحكي قرآن، هذا مو من عندي. ده أقول الشيطان هناك ده يعترف يوم القيامة، وعد اعتراف الشيطان مقرر عند الله، وإلا ما كان يجيبه في القرآن. ممكن تقول هذا كلام الشيطان خو مو كلام الله، إذا ما كان صحيح الله ما كان يجيبه في القرآن. وما كان لي عليكم من سلطان، لا شنو شن سويت الا ان دعوتكم فاستجبت. بعض الناس الشيطان يدعوهم باشاره فقط، هذول اللي رايحين ويا دائما يقول طب يركض. بعض الناس شويه صعب، يقول الشيخ الانصاري رحمه الله عليه الى الصبح يلوج بنفسه. ليش؟ لأنه امرأته كانت في وضع الطلق، يريد تجيب، ما عنده فلوس وعنده أمانة ما يقدر يستفيد منها، يعني ما مأذون أن يستفيد منها أو يستغرب، إلى الصبح يلوج بنفسه. وهذا الشيء إلى الآن طبعا ما سوى آخر شيء. فأكو من يدعوه الشيطان بإشارة، ومن يدعوه بكد وجهد. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا جواب للي يقول أنا ما أقدر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، إلى آخر الآية. خب نجي إلى الكلمات اللي يحتاج إلى الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو أساسا بمعنى تردد الصوت، عندما يصفر الإنسان في شيء، ينفخ فيه في شيء يطلع صوت، مثل هذني اللي البوليس عنده وما أدري الناظر في المدرسة، هذا أساسا الصلصال هو معناته هذا. ولكن شنو؟ ولكن لأن الطين عندما يجمد ويصير بها لتوءات، الهواء اللي يدخل فيه يطلع شنو؟ صوت، فسمي بالصلصال. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، يعني الطين المجمد، من حمأ مسنون. الحمأ والحمأة الطين الأسود المنتن، يعني بايت، طين تخليه سنوات أو أشهر، ينتن يعني يعتق، بعدين يصير صلصال، يعني يصير به نتوءات تعطي صوت. مسنون يعني شنو؟ يعني متغير. كأن خلقتنا نحن
ما صارت في لحظة واحدة. من هذه الآيات يبين ومن آيات أخرى أنه طالت الخلقة إلى أن الله رتب أغاية آدم أبونا. يعني أول جاب طين، طبعا الملائكة لا يقول الروايات تقول الملائكة راحوا جابوا طين، ويقال أن عزرائيل راح جاب. الملائكة قالوا إحنا من نروح؟ عزرائيل قال أنا أروح. راح جاب طين من الكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية كانت موجودة. هسه الاتفاق وين صاير؟ في أي سماء؟ ما أدري. بعدين سووا طين، هذا الطين بقى فترة، صار حمأ مسنون، يعني تغيرت فيه حالاته، بعدين صار صلصال إلى أن درجه الله، رتبه بشكل إنسان. هنا القلب، هنا الرئة، هنا العين، هنا الأذن، هنا الأنف، وهكذا. خب هذا شنو؟ مجسمة صارت، مجسمة، هذه تمثال طيني، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى حركة. الحركة من ينتجي؟ فنفخت فيه من روحي. الروح من روحي، مو أنه الله أخذ من روحه. الله خب لا روح ولا جسم، احنا ما ندري شنو الله، يعني ماهية الله غير معروفة، طبيعي لا نصل إليها. هذا للتشريف، مثل ما تقول بيت الله. بيت الله يعني الله عنده بيت يسكن به في مكة، يقولون هذه الإضافة التشريفية، يعني الروح لها عظمة، الجسم ما له عظمة، ترى الجسم يتغير. بعدين بالقبر يخلوه يبلى، يضيع، يروح، يصير تراب. من اللي يبقى؟ الروح تبقى. بعدين يوم القيامة هذه الروح تأتي وتجتمع الأجزاء البشرية ويقوم فيها، ذاك بحث آخر. بس بالنتيجة الجسم ما له قيمة. الذي يجعل يعني يعطي القيمة لي ولك هي الروح. هذه الروح ينسبها الله إلى نفسه، يقول روحي، مو يعني قطعها من نفسه، استغفر الله، الله لا يجزأ خو، يعني شرفها، لأن هذا مشرف، هذا يعني أهم من الجسد، أهم من التراب، هذا معناته. خب هكذا نفهم كما في سورة السجدة آية 8، وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ إشارة إلى أنه مراحل صارت. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إحنا نسل منه، نسل آدم، من سلالة من ماء مهين، يعني النطفة. معنى ذلك أنه خلقنا من تراب، ثم جعل هذا التراب طين، لأنه أكو في آية أخرى وخلقته من طين، ثم ترك ذلك الطين حتى تغير مسنون واسترخى من حمأ مسنون، ثم ترك حتى جف، صار جاف من صلصال. شوفوا هاي التدرج اللي صار في خلقتنا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا الإنسان. الجان شنو؟ كما شرحنا، والجان خلقناه من قبله، يعني الجان قبلنا كانوا. احنا بعد اول ما خلق المخلوقات الملائكة، بعدين الجان، بعدين الانسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم الريح الحارة الحادة، يسمى سموم. خب هذا كأنه كتلة من النار لها لهيب ولها حرارة شديدة وفيها ريح حارة، هاي الريح الحارة يسموها السموم. فأصل خلقة الجان ممن؟ من نار السموم، يعني النار التي تحرق ولها لهيب ولها حرارة حادة، من هذا خلق الله الجن. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خب هاي خلصت. الآن خلق الله آدم من
صلصال من حمأ مسنون، والجهنم شرحنا أنه خلق من نار السموم. هنا صارت المعادلة، الملائكة وقفوا، النداء جاء من رب العالمين، الله لا يرى طبعا، النداء جاء من رب العالمين: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. قللهم ترى هذا من صلصال من تراب، لا من نور ولا من نار. منو دا يسمع؟ إبليس دا يسمع، يعني عرف كل شيء. ترى الملائكة ما عرفوا. هسه قبلها كان حديث بين الملائكة وبين الله ليش تخلق، شنو الغرض؟ ذاك في سورة البقرة. الآن الخلق صار، المجسمة صارت، يحتاج إلى نفخ الروح في هذه المجسمة، في هذا التمثال. فإذا سويته، الطين اجى بعدين صار صلصال وتدرج إلى أن صارت مجسمة. فإذا سويته، سويته يعني شنو؟ يعني رتبت كل شيء به، كأنه هذه المجسمة الله خلقها وجعل فيها العين والأذن والأنف والقلب والرئة، بس شنو؟ كله كطين بعده. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قلنا روحي يعني شنو؟ تشريف، يريد يعظم هذه الروح، يعني الروح أهم من الجسد من التراب. فإذا سويته، رتبت كل شيء صار مرتب، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أريد أن تقعوا أنتم الملائكة. اليوم شفت في تفسير جدا حلو يقول فقعوا له ساجدين، مو بس للتعظيم، تعظيم آدم أو من في صلبه، يعني النبي وآل، هذا كله موجود في رواياتنا، بس يريد يفهم الملائكة ترى أنتوا خدم للبشر. شلون خدم؟ الملائكة خدامنا. نعم، من دا يدير الكون الآن بأمر الله سبحانه وتعالى؟ الملائكة، كما في رواياتنا كما في آيات القرآنية، الآيات القرآنية تشير إلى هذا، قرأناها سابقا، اللي يجيب المطر، اللي يجيب السحاب، اللي يرتب الأمور إلى يوم القيامة، اللي ينزع روحي وروحك بعد 100 سنة إن شاء الله، الله يطيل أعماركم. منو؟ عزرائيل. الملائكة تدير الكون بإذن الله، لمن؟ لهذا الإنسان المدلل. فمن الأول الله راد يفهم الملائكة ترى أنا مسوي خلق جديد له معادلات جدا مميزة، أعطيته العقل، أعطيته الفطرة، سأرسل لهم أنبياء وكتب ويسمو ويسمو ويسمو، يصير أعلى منكم، فيصبح جبرائيل خادما لمحمد وآل محمد. في حديث الكساء لطيف يقول جبرائيل استأذن الله، الله قال له ما يخالف، روح إلى الكساء تصبح سادسه. الإذن صدر أو ما صدر؟ صدر من الله. يجي باب الخيمة، نقول خيمة، باب الكساء، يقول يا رسول الله الله أعطاني الإذن، فهل تأذن لي؟ يعني أنتم لازم تأذن. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يتذكر ما حدث بعد رسول الله. المهم، فيصبح الإنسان أعظم من الملائكة. يا ملائكة يجب أن تسجدوا هنا، ديروا بالكم أنتم خدام البشر. خب، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة، الملائكة مطيعون لا يعصون ما أمرهم الله، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما بقي واحد، حتى جبرائيل، حتى روح القدس، حتى عزرائيل اللي يأخذ أرواحنا، سجدوا لآدم ولمن في صلبه. ليش ولمن في صلبه؟ طبعا روايات أكو تكريما لآل البيت، تكريما للنبي، صحيح، ولكن في صلب آدم حتى أنا وإنت كنا، بدليل إنه بعدين يقول أنا راح أغويهم كلهم. بس أنت عندك عركة مع آدم وحواء، حواء بعدها ما مخلوقة، بعدها خطيئة بعدين خلقت، الآن آدم موجود، عندك نزاع مع آدم، يقول له كل ذريته أنا،
معناته الذرية كانت موجودة في صلب آدم بالقوة مو بالفعل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. بعد عندنا نصف صفحة ما ألحق بعد أشرح، يبقى لليلة القادمة. بس رجاء اللي جاء إجا اليوم مثل أبو أحمد اللي داي يروح، اللي إجا الليلة لازم باكر يجي حتى يسمح بقية الموضوع. هناك بعدين صارت قضايا نشرحها غدا إن شاء الله. أما الموعظة الأخيرة، هشام يسأل من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه موسى بن جعفر، أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ إحنا عندنا أعداء، كل واحد عنده عدو، كل أمة عندها أعداء، كل بلد عنده أعداء. أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ يعني لازم نجاهده نقف أمامه. قال عليه السلام أقربهم إليك. إذا هو عدو شلون أقرب إليه؟ أقربهم إليك وأعداهم لك، جدا قريب منك ولكن عدوك، وأضرهم بك ضرر كثير، وأعظمهم لك عداوة. هواي أعدائك بس هذا عداوة جدا شديدة. وأخفاكم لك وأخفاهم لك شخصا، شخصا ما تشوفه، من يشوف إبليس؟ ما حد يشوف إبليس، ولكن نحسه شوية. واحد يواظب في المعاصي يشوف واحد كأنه دا يقول له يلا ارتكب المعصية، هذا هو إبليس ما تشوفه لأنه من الجن، الجن لا ينشاف. وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك أيضا، حتى يحرض الأعداء عليك، وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب، فله فلتشتد عداوتك. ينصحه الإمام عليه السلام يقول عداوتك لازم تكون شديدة لهذا، ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدتك. يعني ليه تصبر حتى هو يأثر عليك؟ أنت ادحره. أنا بعض الأوقات أصاب بهذا الشيء، أحس أنه كأن واحد يقول لي سوي هذا المعظم، قل له اخسأ يا شيطان، اخسأ يا إبليس. يأثر تراها، يأثر، لأن توحي إلى نفسك أن أنا أريد أقاوم ما أريد أطيعك، فإنه أضعف منك. هذا جدا لطيفة. دائما الناس يقولون إحنا ضعاف والشيطان قوي، الإمام الكاظم شو يقول؟ فإنه يعني إبليس أضعف منك ركنا في قوته، قوي ولكن أركانه ضعيفة، وأقل ضررا في كثرة شره، مع أنه شرور ولكن أقل ضررا. خب ليش الشكل؟ شلون أسوي حتى أنه الشيطان لا يكون قوي؟ طريقته هذه، فإن اعتصمت، فإن أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم. أفضل طريقة إخواني واللي يسمعني عبر الأثير، أفضل طريقة لدحر الشيطان أن نعتصم بالأقوى. من الأقوى؟ الله القوي العزيز الحكيم العليم، دائما نعتصم به. إذا اعتصمنا بالله كما في هذا الحديث الشيطان يدحر. نسأل الله التوفيق للوقوف أمام وساوس الشيطان إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.